اهلا، السلام عليكم. كيف دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير مع فيديو جديد، مع نهار جديد ان شاء الله. غنشارك معكم هاد النهار كيفاش غادي يدوز عندي. مهم، شكرا بزاف للبنات كاملين اللي كيقولوا لي اسماء لاباس عليك، لا لا خطيكم البنات. الحمد لله دازت دازتني، اللهم لك الحمد. النزله ديال هاد الوقيته اللهم لك الحمد، منين خرجت هكذا صراحه كنت مخلوعه، كنت كنقول اويلي استغفر الله العظيم ياك ما زدت شي فيروس ولا، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد. الوقيته هذه ديال النزله دازت شويه قاصحه وصافي. سورتو عرفتي شنو كنت كنقول؟ كنت كنبقى كنتعاير مع ماما، ماشي مع ماما، مع خالتي يعني حماتي، ومعهم كاملين كنبقى نقول لهم سيروا سيروا نتوما فاس عندكم الحالات، سيروا نتوما كتعتبروا من منطقه جوج، اسيروا هذا سيروا. ايوا حتى تقلبات القضيه، ولا الناظر هو اللي فيه دابا الحالات بزاف، ولا فاس الحمد لله نقصات منه الحالات بزاف بزاف، ولو كيوصلوا داك 10 9 11 اللهم لك الحمد. ولكن فريمون الناظر طلعت فيه الحالات بزاف، وحالات كلها وافده، يعني غير اللي جاي من اللي جاي حامل الفيروس، او لا مثلا يعني ودار هنايا تيست ولقى راسو فيه الفيروس، يعني اللهم لك الحمد. حتى هنايا ماشي زعما من نفس المنطقه، ولكن حنا راه مغرب واحد والعالم كامل، يا ربي يهز علينا هذا الوباء ونعيشوا حياتنا الطبيعيه، لان فريمون راه صافي تقهرنا. ما عرف كيفاش غادي يدوز 2021 هذا الشيء اللي كاين، الله يصوب شي تصويبه ديال الخير. موضوعنا ديال اليوم بالنسبه للبنات بزاف 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 اللي جاوني، يعني كنتناقشوا مع بعضياتنا في لي كومونتير، كيقولوا واش السبب، يعني تقدر تكون الحمى هي سبب المشكل اللي كيدي حتى للطلاق. وبزاف اللي سولوني واش اختك يعني مشكلها. شوفوا كي قلت لكم في لا فيديو اللي قبل، انا ما غاديش نقدر نهضر على مشكل اختي بالضبط، لان هذيك ماشي حياتي وما نقدرش نهضر، اكثر ما انني نقدر نعطيكم نصيحه فقط بكون اني شفت تجربه دايزه من قدامي وعشتها، يعني شفتها. المهم، ولكن نهضروا حنا اون جينيرال بالنسبه اللي هضروا بعدا. بزاف اللي قالوا لي اسمع حنا طلقنا هذه جوج ديال السيمانات وحده، بعدا تحيه ليك، من هي كانت مزوجه في حسي بركان وراجلها كان كيسد عليها وكان كيمشي لهولندا، قالت لي هذا ما زواج ما حتى شي حاجه، قالت لي الحمد لله اللي طلقت هذه جوج ديال الاسابيع وعشت حياتي اللهم لك الحمد، ربي سهل عليا وهذه وهذه. الله يكمل عليك اختي بالخير. وطلاق ماشي عيب وماشي حرام، العيب والحرام هو انك تكوني كتعيشي في واحد الضغوطات وما دايراش حل راسك، هادشي هو اللي عيب وحرام، لان حتى نفسك تحاسبك من بعد الا كنتي ما عايشاش مرتاحه وكتزيدي الضغط على راسك. علاش ما كيفرق ربي الريوس الا باش يرتاحوا؟ المهم، كل وحده شقات حياتها وعاشت بدلت حياتها الاحسن، الله يكمل عليها بالخير. واللي شايفه راسها بانها رجلها الله يعمرها دار، ولكن عنده مشاكل وكتعيش مع داك المشاكل تصبر معاه، راه ماشي اون فوا تشوفي راجلك عنده مشكل ولا عيشك في واحد الوقيته في واحد الوقيته يعني واحد الازمه صافي تنوضي تطلقي منه، لا حنا ما كنهضروش من هذه الناحيه، حنا كنهضروا الا كنتي كتحسي براسك انك عايشه مع عدو، هادي اللي كنقولوا ان الواحد خاصو يتفارق. اما الا كان غير هو فقط عنده مشكل وكتعيشي معاه داك المشكل، ازمه الفلوس وكتعيشيها معاه، ازمه صحيه وكتعيشيها معاه، ازمه عائليه كتعيشيها معاه وغادي تتفاداوها من بعد وغتجوزوها، لا صبري معاه، بالعكس عادي، راه حتى انتينا يقدر يوقع لك ازمه صحيه، يقدر يوقع لك ازمه في حياتك، يقدر يكون عندك ضغوطات في العمل ديالك وهو كيعيشها معك، حتى هو غيكون كيصبر معك، يعني هاد المسائل راه عاديه انك تصبري معاه ويصبر معك وتكملوا. وحتى ملي كيكونوا العائلات دايرين لكم المشاكل، سواء كان نسيبه ونسيب اولا الحما والحمو، يعني حتى هما كيكونوا دايرين الزوج والزوجه وليداتهم المشاكل، حتى هما خصك تصبري معاهم، لان عادي كيكون مشكل وغتخرجوا منه، كتكوني انتينا متفاهمه مع راجلك غتخرجوا من هذاك المشكل، يعني هادو خصكم ضروري الصبر ثم الصبر ثم الصبر، حتى ان شاء الله كتجاوزوا المشاكل والمحاين كامله وكتعيشوا هانين. ولكن حنا كنهضروا على الا كان الراجل مزوج بواحد العدوه، اولا المراه مزوجه بواحد العدو،
اللي ما كاينش الحنان بعضياتهم، وما كاينش السعادة بعضياتهم، وما كاينش الحب بعضياتهم، وما كاينش الأمان بعضياتهم، وكاين غير الشك والضرب والعنف والمشاكل والإهانة والجرح والبخل. هذا هو اللي كنقولوا عليه بأن راه مشكل. وأصلا حتى الوليدات كيكبروا في المشاكل وكيكبروا في عقد نفسية، وما كيطلعوش وليدات اللي حنا كنتمناهم. حنا أصلا علاش كنضربوا تمارة في الدنيا من غير أن نشوف وليداتنا في أحسن صورة وفي أحسن صحة وفي بزاف ديال الحاجات. المهم هذا غير كتوضيح فقط. أما بالنسبة البنات اللي سولوني قالوا لي واش الحماها شنو واشنو اولا واش النسيبة، حنا غادي نهضروا على الحما بعدا بالاخص بما اننا حنايا هنايا بنات نهضروا على الحما. واحد السيدة مؤخرا وصلني اخبار تصوروا، يعني الا بغى شي حد يدير لك مشكل في حياتك راه يدير لك مشكل في حياتك، وإلا بغات اللحمة تدير بينك وبينها مشكل بلا ما تآديك مع راجلك راه إلا بغات هي تطلع لك الدم وتنرفزك وتعصبك غير هكاك لله في سبيل الله راه ممكن أنها تدير لك. أنقول لكم نعطيكم مثال، نعطيكم جوج ديال الأمثال حيين عشتهم ومن أقرب الناس ليلي. واحد من عائلة راجلي وواحد من عائلتي. تصوروا واحد اللحمة ما لقات ما تدير، هضرات على الغسيل ديال الماعن. دابا تصوروا عروستها عايشه معاها كلها وكيفاش كيدور شغالاته، والله يعاونه كلها وكيفاش كيخدم شغالاته. مهم ان النتيجه تكون نتيجه مسجده. مهم كاتها كتغسل العروسه ديالها الماعن، هي هاد السيده هادي هاد البنت كتغسل الماعنات الكاس كتغسلو، يعني كتدوز عليه بالحلفه وكتشللو وكتحطو وعاد كتمشي للكاس الاخر. يعني ماشي كتقبط الكيسان مثلا كاملين ودوز عليهم الحلفه وتحطهم عاد تبدا بالتشلال، وهي يعني كتشلل الكاس مور كاس كاس مور كاس. لا، هذه كتغسل الكاس يعني كدوز عليه بالحلفه وتشللو وعاد كتحطو، عاود كتهز الكاس الثاني ودوز عليه بالحلفه وتشللو وعاد كتحطو. هكا شغالها، هكا مربيه، ولا هي هكاك الله يعاونها. يعني دونك شوفوا الحما ما لقات على من شنو تلاحظ لحظه هذه المساله وبغات دير لها مشكل. دونك الا بغات اللحمه تجبد العروسه غتجبدها. يعني كاين الحماوات اللي كيديروا المشاكل لعرايساتهم واكسبري. وشو انا ما كنعممش لان حتى ماما راها حما تبارك الله، راها حما ديال جوج ديال العرايسات. وكاين الحماوات اللي الله يعمرها سلعه، وكاين الحماوات اللي كيديروا لك المشاكل وغير خصها دير لك مشكل فقط، وكاين الحما اللي الله يخليها سلعه اللي كتحط عليك ولو حتى الباطل. هذه من ناحيه. المثال التالي اللي غنقول لكم وعاودته لي وحده من عائله راجلي حتى هي واقرب الناس ليلي. تصوروا كانت كتنقي البصله ومعاها اللحمه ديالها، حتى هي كتنقي معاها البصله كينقي واحد الكونتيتي اللي هي كثير. قالت دابا هذيك السيده جالسه كتنقي البصله، قالت لها حماتها ماشي هكاك كينقيو البصله، هانتينا شوفي كيفاش كينقيو البصله. والسيده الطيه وجايبه في الزمن وكبيره وكتعرف ماشي ضروري ان الحماي ما مهم. ما فهمتش الصراحه والله ما فهمت. مهم قالت لها ماشي هكاك كينقيو البصله وجنتينا وهذا، بدات كتعايرها. قالت لها ها كيفاش كينقيو البصله؟ دونك كتقبطي البصله كتنقيها كامله وكتخلي داك الديل ديالها اللي كيكون مجبود منه داك بحال الشوال ديالها، كيكون مجبود منه هذاك هذا ديالها ما عرفتش الصراحه شنو كيسميوه. قالت لها هذاك كتخليه وكتقبطيه كتقبطيه كديريه ما بين جوج صبعان ديالك، وكتشديها من الجهه التحتانيه ما بين جوج صبعان ديالك، والجهه الفوقانيه اللي كتكون فيها داك الضويوره من تما كتبداي كتفلحيها وتشلضيها. عروستها ما عرفتش دير هذيك الطريقه، السيده مولفه كتشلض البصله كيف ما عاجبها هي. وحتى انا مني وجبدها البنات حتى انا ما كنشلطش البصله بهذه الطريقه هذه، انا كنقيها كامله كنزول لها داك التحتاني ديالها، واصلا كبدا تشلط ديالها من داك البلاصه اللي كنحفرها يعني بالمقلوب. يعني هاد السيده هذه اللي ديجا نصحاتها بداك الطريقه انا براسي ما كنعرفش، يعني انا كندير العكس ديالها. السيده ما عرفاتش، قالت لها انا ما مساعدانيش في يدي انني ندير لها هكا، انا هكا اللي كنقدر انني نتحكم فيها. ايوا نوضت معاها الريكاطه علاش، وانا والله وغضبت عليها وما كملتش معاها وناضت ودارت لها مشكل مع راجلها. كتصرع عليا وكتفعل لي وكترك لي وما كتحترمنيش، واخا كنعلمها ما كتبغيش وما كتحنيش الراس. والسيده معلمه انها صوت شد هكاك البصله وانت ناسقك فيها، المهم هو ان البصله في التالي تكون مشلضه بحال بحال. هذا هو المهم كنشوفوا الريزلت في التالي كيفاش دايره.
يعني يا البنات، كاين اللي كيبغي يدير مشكل بدون سبب، يبغي يخرج لك مشكل بدون سبب، كاين. وكاين اللي كيبغي يتفادى المشاكل، كيقول لك انا سوقي فيها، تشلد البصله كيما بغات وتعيش حياتها كيما بغات وانا سوقي. يعني واحد هو انه يعمر وقته باش ما يديهاش في واحد اخر. الواحد دابا هذا قلت ما يدار هو اللي كيجعل ان الواحد يبقى تابع لاخر وحاضر لاخر شنو كيدير. اما لك الواحد مشغول وعنده حياته، وهذا راه اكيد غادي يكون مشغول غير في حياته. المهم هادو جوج، انا قلت لكم جوج ديال الناس كنعرفهم وقرابين لي، وبجوج بهم الا تفرجوا في لا فيديو اكيد غيعرفوني على من كنهضر. يعني وحده كي قلت لكم من عائلة راجي، وحده من عائلتي. يعني كاين اللي كتبغي دير لك مشكل كي قلت لكم بدون سبب. الله يهديهم على راسهم، الله يهديهم على راسهم، الله يهديهم على راسهم. هادشي اللي كاين. عكس كاينين نسيبات اللي كيخرجوا في نسيبهم، عاوتاني كتلقى نسيبه قطع يديها من يد الله، وما كتحترمش النسيب ديالها وما كتخليلوش. هو ضروري خص يكون الاحترام ما بين نسيب ونسيبه، اولا ما بين اللحمه وما بين العروسه. راه الا ما كانش الاحترام راه ما كاين والو. وراه شحال ما قد هذيك اللحمه تصرع على العروسه، وخا العروسه تكون بين الناس وما كتجاوبش وهذا وهذا، راه واحد النهار غتنفجر. وحتى الا ما انفجرتش على اللحمه، راه غتنفجر على الولد. وراه شكون اللي كياكل الدق ما بين اللحمه والعروسه من غير هذاك الراجل المسكين؟ اللحمه كتدق في جلده الملحه اللي غيكون هو ولدها، والعروسه كتدق في جلده الملحه اللي غيكون هو راجلها. هو اللي كياكل الدق في الوسط. وكذلك عاوتاني النسيبه، كاين اللي كتكون عاوتاني ما كتحترمش نسيبها وكتعايرو بزاف ديال الحاجات. وفي نفس الوقت يقدر يجاوبها ما يحترمهاش، هي ما بقاتش الاحترام ما بيناتهم. ويقدر يكون كيصبر لها، ولكن غي دائما غيكون كيضغط على مرته، غيقول لها امك ما كتحشمش وهادي 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 وهادي. دونك عاوتاني شكون اللي كتكون كتاكل العصا في الوسط من غير داك الزوجه؟ يعني ما كاينش ما احسن الواحد يدخل سوق راسو ويديها في صحته ويعيش حياته. راه هو عاش حياته، يخلي واحد اخر يعيش حياته، هذا هو الاهم. ولكن حنايا كنعيشوا في واحد المجتمع اللي مازال متعلق ما بين اللحمه خاصها تحكم في العروسه، والنسيبه خاصها تحكم في النسيب، اولا النسيب خاصو يتحكم في راجل البنت. والله يستر هادشي اللي كاين، لان صافي عيينا. الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي. واحد الكيكه، المهم كما قلت لكم هنا غادي ندير كيكه ديال المندارين بواحد الطريقه واحده اخرى. المهم ديجا كنت تقاسمتها معكم، ولكن هذه شكل اخر عاوتاني. المهم هنا كيف ما كتشوفوا خديت هكا واحد 4 ديال المندارينات. ممكن انكم ديروا المندارين اللي بغيتوا، زعما شحال ما بغيتوا. بغيتوا ديروا غير هذه الكميه ديروا غير هذه الكميه. المهم هنايا خديت شويه ديال سنيده، غير شويه، درت شويه ديال سنيده رشيتها، ودرت شويه ديال القرفه حتى هي هكا رشيتها غير واحد شويه. هانتوما ماشي بزاف كيف ما غيبان لكم هنا، ماشي بزاف. وخديت هكا داك مندرين بعد ما نقيتو، خديتو ودرتو في قطعتو نصيصات وحطيتو بحال هذا الشكل. دابا غادي نحطها هنايا على جنب، وغادي نبدا بالنسبه للاخر. غادي نبدا الكيكه، شنو غادي نستعمل فيها؟ انا نصوب وغادي نهضر معكم في نفس الوقت. غادي ندير فيها جوج ديال البيضات، ندير واحد القبيصه ديال الملح، غادي ندير 6 ديال المعالق ديال سنيده، غادي ندير 6 ديال المعالق ديال الزيت، جوج 3 4 5 6 ديال المعالق ديال الزيت. غادي ناخذ هادي داك الليمونه، غادي ناخذ القشره ديالها، ثم الى بغيتو مثلا ديروا لافاني ديروا لافاني، ولكن من الاحسن انكم ديروا قشور ديال الحامضه، لان فريمون كيعطي واحد
الليمون كيعطي واحد النكهه خطيره. خاص تكونوا غادي ديروا مثلا الكيكه ديال الكاكاو غير ديروا معاها هذا القشور ديال حامضه كتجي فنه. اكيد البنات البوطاجي راه ممسوح. المهم غادي هذا الشيء وغادي نزيد عاوتاني 6 ديال المعالق ديال الحليب. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. دابا غادي نخلط هذا الشيء كامل. نخلطو مزيان مزيان حتى نحس بداك السنيده كلها ذابت. ودابا غادي ندير 6 ديال المعالق ديال الفورس. وغادي ندير واحد الخمارة من فئة 7 ديال الغرام. صافي ونخلط عاوتاني كلشي. صافي كتجي على هذا الشكل بحال هكا. غير غادي نطرب مزيان واخا بالطرب زعما هذا اليدوي وصافي ونخويها من فوق من داك. ومالها مالها صافي. من بعد ما خلطتها البنات مزيان غادي اخر حاجه غادي ندير بحال معلقه صغيره ديال الخل. كانت ساكته مهدنا كنقول يا ربي تخليني غير نسالي الكوتي. المهم ساكته مهدنا. اجي يا مروه سيري لها يلا. لا حول ولا قوه الا بالله. وسيري هربات. صافي دابا غادي ناخذ هكذا المول وغادي نخوي من فوق من هذا الشيء بحال هكا. بالنسبه للبنات الفران دائما كيف ما كنقول لكم دائما طافي لا بالنسبه للغاز ولا بالنسبه ديال الضوء. انا دابا غادي نديرها في الفران ديال الضوء وديجا كي قلت لكم طفي غادي نخليها نشعل عليها غير من التحت نخليها تطيب على عافية تكون داك 160 درجة يعني عافية تكون مهيلة وصافي. من بعد ما نشوفها نحس بها بأنها طابت لي ما كنحتاجش أنني نحل عليها كنطلع عليها غير من الجاجة. من نشوفها بأنها طابت لي من التحت بدات كتحمر داك الساعات غادي نشعل عليها من الفوق باش تحمر. صافي بما أنها بيضة ضروري خصها تحمر لو كانت فيها الكاكاو ماشي مشكل داك الساعات. يلا المهم غنديرها دابا طيب. لا كيف ما كتشوفوا معايا غادي ندوز البنات للطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي ندير فيها كاس هكذا ديال الحليب اوبس وغادي ندير هنايا المهم كاس تقريبا ديال لا كريم شونت تا هو راه غادي يعطي نفس
كنظن فيه نص العبارله. فيه كاس وغادي ندير هاد شويه ديال واحد الليمونه محكوكه. هنا غير تقريبا غير نص ليمونه محكوكه هي اللي كاينه هنايا. هادشي وغادي نمسحو هادشي صافي. دابا غادي نطربهم حتى يطلع لي وداك الساعات نرجع معاكم. هانتوما البنات من بعد خديت داك لاكريم اللي طلعتها، المهم درت لها على هذا الشكل. انا ممكن انكم نتوما تذوقوا كيف ما بغيتوا، انا جاتني هكا اسهل حاجه حيت ما بغيتش انني نلاطيها كامله نجيبها ملسه، بغيت نجيبها هكا بحال الا مشوكه. خديت المندارين وكيف ما شفتوا معايا في اللقطه اللي قبل زولت له داك الجلفه ديالو باش يبقى لي هكا بحال يجيني هكذا محلول بحال هكا. صافي دابا غادي ناخذ هاد الطريفات هادو وغادي نديرهم هكذا من الفوق. ممكن اننا نديرو طرافي كبارين ولكن باش ما تجيش داك النكهه ديال المندرين غالبه بزاف، لان ديجا كاين المندرين من تحت عاوتاني اللي درناه في النوبه الاولى في الكيكه، يعني داكشي علاش ما بغيتش نكثر المندرين. والله العظيم البنات الى من ابداعي من ايديا وحيات عينيا. المهم الواحد يبقى كيخربق حتى يخرج شي حاجه وصافي. صافي المهم
باش نزوقوها باش ما تجيش سامبل عاديه وصافي. ومن بعد هنايا مور ما ساليناها غادي ناخذوا هذا القرفه غادي نديروها عليه هكا من الفوق. هنا فريمون البنات كتجي بنينه بالقرفه، كتجي واعره. كنتمنى انكم ديروها وتردوا عليا الخبر. صافي بركه عليها باش ما تجيش القرفه مجهده فيها. كنعرفوا حنايا الليمون اولا التشين اولا المندرين مع القرفه كيتواسوا في المذاق. وجات على هذا الشكل البنات كيف ما غيبان لكم. دابا غادي نحاول نزولها. درت واحد الخطا كان عليا من ديبار نزولها. باش ما تلصقليش. لا باس راه ما لصقاتش. مقطعتهاش مزيان مزيان ولكن مهم غير باش تشوفوا من الداخل كيفاش كتجي وصافي. راه ما كتلصق ما حتى شي حاجه البنات حيت درت لها داك الورق. نتوما البنات كتجي على هذا الشكل ديجا راها من الداخل ما تقطعاتليش مزيان. هانتوما شتي كيفاش كتجي من هنا. عرفتي واحد الريحه طالعه معاها فنه فنه فنه. بغيت نقطع شي طرف زعما اللي يجي فيه المندرين من التحت باين حيت هنايا بقى لي الداخل هذا فيه باين. هنا كاين المندرين شتي كيفاش كيجي ورا البنات. هشيشه هشيشه هانتوما هشيشه مزيونه والمذاق يا سلام. المذاق ما نقولكمش انا عليه دابا حتى تجربوه هانتوما وتردوا عليا الخبر. لينا فريمون غتسطاو عليا وساهله البنات. هذه غير الكيكه ديال الصه ديال الملاعق فنه كتجي ومذاقها غزال. هانتوما غتجربوها داك الساعات قولوا لي الراي ديالكم. هادشي اللي بغيت نقول لكم وكنتمنى كنتمنى كنتمنى لا فيديو ديال اليوم توصلوه ان شاء الله ال 10000 لايك. ياك البنات تخدوا انكم توصلوا الفيديو ل 10000 لايك. ديجا درنا هذا التحدي ووصلتوه حدو حد 8000 لايك ولكن قادين اننا نوصلوا ل 10000 لايك. فكنتمنى كل وحده شافت لا فيديو ما تنسانيش من اللايكات ديالها. وشكرا على التتبع ديالكم لهلا خطيكم وان شاء الله نتلاقاو في فيديو الجاي لكتب الله. بيزو كبيره لكم خليت لكم راحه. بسلام عليكم.